خير بس النوم حكم النوم على البطن الله يرحمه والديه. النوم على البطن، طيب. محمد من السعودية سأل عن حكم النوم على البطن يا شيخ. النوم على البطن ورد به جملة من الأحاديث عند أصحاب السنن، وفي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله، وفي بعض الروايات إنما هذه ضجعة أهل النار كما في رواية ابن ماجه. فالحديث الوارد في ذلك تضمن النهي عن هذا من وجهين: الأول أنه أخبر أنها ضجعة لا يحبها الله، وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي ذر قال إنها ضجعة أهل النار، لكن أسانيد هذه الأحاديث غير قائمة، ولهذا أخذ الفقهاء رحمه الله كراهية هذه الضجعة لا تحريمها. وإلا فمقتضى حديث أبي ذر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي ضجعة أهل النار يفيد أنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الفعلة لأهل النار، وما أضيف إلى النار أو إلى أهلها كان ذلك من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. فالمقصود أن الحديث الواردة ضعيفة وفي النهي عن النوم على البطن، والذي يستفاد أنها مكروهة، أن هذه النومة وهذه الطريقة في النوم مكروهة وليست محرمة، لكن إذا دعا إلى ذلك داع كان يكون في بطنه وجع أو أنه احتاج إلى ذلك لألم في ظهره أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه، لأن الحاجات تبيح المكروهات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا مما لا يؤاخذ على الإنسان إذا كان قد ابتدأ نومه على جنبه الأيمن ثم انقلب على بطنه وهو نائم فإنه لا ينهى عن هذا، لأنه ليس من أهل التكليف كما جاء في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومنه النائم حتى يستيقظ. الحمد لله.